اليوم مع شديد الأسف لا وزارة التربية ولا وزارة التعليم ولا لجنة التربية والتعليم قامت بالمسؤولية، ولا سيما هناك مسؤولية مهمة جدا على أن كل المؤسسات الدينية والوعاظية وغير ذلك لابد أن تقوم بطرح منهجية متكاملة ترفض التطرف وترفض الطائفية وتطرح الرسالة الحقيقية في المنهج التعليمي وهي رسالة السماح. نحن اليوم نحتاج إلى علماء إيمان، إلى علماء حب وتسامح، نحن لا نحتاج إلى رجال دين هم يحتكفون في المحراب ويطلقون تلك العبائر والكلمات من خلال المنبر وهم ماذا بعيدين كل البعد. نحن اليوم نحتاج إلى رسالة حقيقية واضحة تهدف إلى الحب وإلى العشق وإلى التسامح وإلى التغني بالآخر والآخر يتغنى معنا. اليوم هناك مشكلة وهناك مسؤولية كبرى على المؤسسة الدينية بكل عناوينها وبكل مسمياتها، أن الجميع مع شديد الأسف لم يقوموا بالرسالة على أتم وجه.